الألحان اليوم ويغير الطريق للجميع بما فيه يونس مختار ليختار الحل الأنسب، الطريق التي مهدت له الحلم، حلم البطولة في هذه الليلة السعيدة. يونس مختار المباراة عندما تمكن حسين خرج من افتتاح باب التسجيل تحديدا في الدقيقة 24 قبل أن ينجح المنتخب الغابون، منتخب سينجح مولونغوي في تسجيل هدف الفوز والخلاص في آخر ثواني الوقت بدء. عمر قادر يمرر كرة في طرف الانتهاب، اللاعب يوسف العربي ينزل من الرقابة ويسجل هدف يزن ذهبا داخل مرمى الحارس باري بوبكار حارس مرمى منتخب كوت ديفوار. وبمناسبة الهدف السابع يوسف العربي مع أسلوب أطلس، وفرحة كبيرة لعشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة. جمال العليوي يتحصل ركنية وصخرة المنتخب المهدي بن عطية يضع الكرة في شباك مبولحي. سفيان البيضاوي سيشق طريقه بالثبات في هذه الطريقة ليبلغ مرمى الحارس أحمد الشناوي الذي لم يستقبل أهداف كثيرة في الدور الأول، إلا أنه يستقبل الهدف في الثواني الأولى من المباراة. عمل كبير لهذا النجم مهدي بن عطية، جاب بها نصف الملعب ثم قدمها للشماخ لتهتز المدرجات في الدقيقة 38. المتولي